في مقولة أعتقد منسوبة لأينشتاين بتقول لك من الغباء إنك تكرر نفس الحاجة بنفس الخطوات وتأمل في نتائج مختلفة. مش عارف هل هي فعلا أينشتاين اللي قايلها ولا لا، ولكن ده لن يمنع إنها مقولة صحيحة تماما. المقولة دي دايما بفتكرها لما بتفرج على الحوارات والتصريحات الخاصة بموضوع التجميع المحلي أو إنتاج السيارة المصرية أو إن احنا نصنع سيارة في مصر. كل فترة حسب الظروف الاقتصادية للدولة بنلاقي ان الكلام ده يبتدي يطلع ويكبر ويكبر قوي، وحوارات في التلفزيون وناس تطلع تتكلم وناس تكتب في الجرايد و و و و وفي الاخر فس. حلم صناعة السيارة المصرية هو حلم مشروع، وان اي حد يطلع يتكلم فيها هو برضو حق مشروع، ولكن التنفيذ عيب قوي اللي بيحصل فيه. خلينا نجيب القصة من الاول، بلاش نرجع لايام ما كانت فورد بتصنع عندنا وعاملة مصنع محترم جدا في منتصف القرن الماضي او قبل منتصف القرن الماضي في الاربعينيات يمكن او قبل كده. بلاش نرجع لايه، لشركة النصر للسيارات اللي كانت كيان اقتصادي صناعي مصري اصيل وعظيم وانتهت، بقت خرابة النهاردة، خرابة للأسف، هي خرابة حرفيا. اخطف رجلك لحد حلوان وروح مقر الشركة، ادخل مخزن قطع الغيار، ادخل الساحة، ادخل المكان بتاع التصنيع، هتحزن على الوضع اللي انت شفته. وخلينا نعدي كل دول ونرجع للفترة الاخيرة او الاحدث من نهايات التسعينيات كده، لما مرسيدس وبي ام دبليو جمعوا عربياتهم هنا، وعربيات تبع هيونداي كانت بتتجمع، وعربيات تبع الهيئة العربية للتصنيع، ونشوف احنا قطعنا خطوات قد ايه ووصلنا لفين. وفي خلال نفس الفترة دي دول تانية بدأت بعدنا بكتير قطعت خطوات قد ايه ووصلت لفين. خلينا نقارن نفسنا بدول افريقية زي المغرب اللي النهاردة بتحقق انتاج او تجميع بيخرج من مصانعها ما يقارب المليون سيارة سنويا. خلينا نتكلم على دولة زي جنوب افريقيا اللي فيها مصنعين، واحد لبي ام دبليو واحد لمرسيدس، الاثنين مغطيين اجزاء كبيرة جدا من العالم. يكفي ان اقولك ان السي كلاس الجديدة اللي موجودة في المانيا 70% منها انتاج مصانع جنوب افريقيا، ومصنع بريمن النهاردة في ظروف الشيبات والحاجات دي ما بينتجش 30% من اللي مغطي انتاج العربية دي. طيب الناس دي نجحت ازاي واحنا محلك سر؟ الناس دي اشتغلت مظبوط يا جماعة، ما هي مش اختراع العجلة، احنا مش بنعيد اختراع العجلة، مش بنألف صناعة، مش بنألف تجارة، مش بنألف نظم. الدنيا لما بتمشي بسيستم مظبوط ويبقى ما فيش تعارض للمصالح، ويبقى اللي مسؤول عن الموضوع حد رجل صناعة متخصص او رجل تجارة متخصص او لجان مختصة بتقويم الصناعة دي وانها توقفها على رجليها، غير لما يبقى اللي مسؤول ليه مصلحة ان هو عنده توكيل او ان هو موزع معتمد او لازم يبقى الملف ده يقوم قومة بجد، يتعمل له دراسة فعلية ويقوم، ونكتفي بقى بالكلام بتاع الاستهلاك المحلي، كلام الفاضي اللي هو اللي احنا بنقوله اكتر منه تجميع محلي. احنا بنعمل كلام للاستهلاك المحلي. حتى الناس اللي بتطلع تتكلم في قضايا العربيات وملفات العربيات في الفضائيات وفي القنوات المتشافة هتلاقيهم نفس الأطقم، نفس الوجوه التي لم تتغير من سنين السنين. ممكن يتعاموا معهم بواحد النهاردة مثلا بقى قوي على سوشيال ميديا ولا بتاع، ولكن نفس الوجوه دي اللي بتتكلم هي اللي كانت بتتكلم من 10 سنين ومن 20 سنة من 25 سنة. لما انت شاطر كده الدنيا ما قامتش ليه؟ ما شفناش عربية بتخرج برا مصر بتتصدر ليه؟ من عربيات الملاكي، عربيات التجارية، في عربيات بتتصدر، احنا ليه ما بنصدرش؟ احنا ليه حتى مش مكفيين السوق المحلي؟ فالنهاردة مع ازمة الدولار ومع ازمة الاستيراد ابتدينا نشوف تاني كلام كتير على احنا لازم نصنع السيارة المصرية، احنا لازم نعمل مش عارف ايه، احنا لولا الصناعة مش عمرنا ما هيجيلنا عملة صعبة. كلامك صحيح نظريا، ولكن انت عملت ايه عشان بقى تطبقه؟ فين هي خطوط الانتاج اللي عندك؟ فين الشركات اللي عندك اللي تقدر فعلا تقاوم الصناعة بحيث ان انت تجيب عملة صعبة ان انت تصدر عربياتك برا؟ فين هي دي؟ ايه التسهيلات اللي تقدمت ان انت تجذب رؤوس اموال خارجية؟ ايه التسهيلات اللي تقدمت ان انت تجيب شركات كبيرة تجيلك هنا مصر وتشتغل عندك؟ ليه مفيش حد فاهم عربيات وفاهم صناعة يطلع يقابل الناس؟ ليه شركة زي تويوتا ما بتصنعش عندنا في مصر وبتصنع في الصين، بتصنع في تايلاند، بتصنع في 50 حتة؟ ليه لما بتجمع حتى عربية للاستهلاك العادي الاقتصادي بتجيب عربيات منتهية اكلينيكيا وصلاحيتها منتهية؟ الجيل القديم من الالانترا ده اللي انا بجمعه، اجمع الفيرنا القديمة، بجمع الصاني القديمة ليه؟ عربيات تفتقد الامان وتفتقد اي مصداقية، وعلى كده كمان بتبيعها لي ب400 وب300 وب420 الف جنيه وباسعار مش عارف، مش لاقي لها وصف كويس، مش لاقي لها وصف لائق. انت بتجمع عشان ايه؟ مش عشان خاطر ما تاخدش العيوب بتاعة الجمارك والرسوم وتجيب عربية توفرها للشعب المصري، للمستهلك المصري بسعر كويس؟ طب ده مش موجود ولا في القطاع الاقتصادي اللي يخليني اجمع الان 17 النيسان الصيني وابيعها ب300 وشويه اللي بتتباع بيهم، ولا حتى كان في القطاع الفاخر ايام ما كنت بتجمع لي الاكس 5 والاكس 6
وبتبيعها اغلى من تمنها بره. يا جماعه الملف محتاج ناس ليها قلب على البلد عايزه تشتغل عليه وتكون متخصصه، لا الحماس لوحده يكفي ولا القلب لوحده يكفي ولا خبره السيارات لوحدها تكفي ولا خبره الصناعه لوحدها تكفي، لازم تبقى في كوميتي او لجنه كده يكون فيها ناس فعلا مدروسه فعلا صح، تقدر تروح تتفاوض مع الشركات تجيب لك ناس تانية من بره. ليه تويوتا الكورولا الكروس مثلا ما بتتجمعش عندنا وبتتجمع في تايلاند؟ ما تجيبها تتجمع هنا. اليارس الكروس وعربياتها تبيع بالهبل، التويوتا الرش. انا اتذكر وانا في ثانوي انه كنا دايما نقول الهند بلد بتشتهر بتصنيع الخيش وتصديره. الخيش النهاردة الهند بقت اكبر مصدر للاي تي وعندها مصانع سيارات كبيرة جدا، والسوق الهندي بقى تقيل لدرجة ان بقى بيتعمل له عربيات مخصوص، واكتفى السوق الهندي بالعربيات دي وبقت بتتصدر برا. عربيات زي الهيونداي الكريتا الكيا السلتوس دول اصلا كانوا بيتعملوا للسوق الهندي، عربيات كتير بتتعمل بمواصفات خاصة للسوق الهندي وبقى بيعمل لك منها كمان دريكسيون شمال ويصدرها لك برا الهند. انا بقى كمصر فين من اللي بيحصل ده كله حواليا في العالم؟ ولما اروح اجيب يعني انا اسف في اللفظ زبالت العربيات اجمعها، هتجمع عربيه صيني ما تجمع الشيفورليه الكابتيفا هنا، جمع الشيفورليه الجروف، عربيتها تنزل بسعر اقتصادي وتبقى عربيات الى حد ما معقوله، معقوله من الاساسيات بتاعتها مواصفات امان، عربيه تليق بالناس وتتباع بسعر محترم، انما هنفضل طول عمرنا نحكي في المحكي وعايزين نقوم ونقعد، لازم الناس تبقى فعلا قلبها على البلد عشان خاطر البلد دي تقوم لها قائمه في حته صناعات السيارات، نبطل بقى الخط المحدود اللي موجود عند الهيئه العربيه للتصنيع والخط اللي في 6 اكتوبر والخط اللي عشان ينتج لي الاكس 3 لازم انتاج الاكس 5 والاكس 7 يقف، واعمل ويتنج ليست واعمل اوفر برايس واعمل اسعار مش منطقيه، ادي تسهيلات للناس عشان ييجوا ويبنوا مصانع ويشغلوا قوه عامله ويدخلوا فلوس للبلد، لازم الحركه تمشي، العجله عشان تمشي لازم اقدم انا السبت عشان الاقي الحد والاثنين والثلاث من باقي الناس بره. كمان هنشط الصناعات المغذيه زي ما كانت مثلا دكتور جريش كان بيوفر الازاز يبقى جنبه مصنعين تانيين، مش عارف موبيكا تقريبا كانت هي اللي بتعمل الكراسي بتاعت الانتاج المحلي ولا التجميل المحلي يبقى معاها مصنعين ثلاثه تانيين، الدنيا هتمشي وفي الاخر الخير بيعم على الكل. وعشان اعمل كده يبقى زي ما قلت اهم حاجه ما يبقاش في تعارض للمصالح، ما يبقاش صاحب المصلحه هو صاحب المصلحه ان العربيه المستورده تيجي وتتباع بالاسعار التخريفيه اللي بقت بتتباع بيها النهارده. مفيش مانع ان احنا نبدا بالعربيات الاقتصاديه زي ما رينو عملت في المغرب، كلها خدت خط الانتاج بتاع منتجات شركة داتشيا التابعة لرينو وبقت بتنزل لنا اللوجان وبتنزل لنا الحاجات دي والسانديرو والستيبوي، هات البولو من في دبليو، هات الجروف من شيفورليه، يبقى في فكر، يبقى في برين ستورمينج كده، الناس تقعد مع بعض وتعمل عصف ذهني وتطلع بافكار واقعية، ما نطلعش باحلام وردية ما بتطبقش زي ما بيحصل كل مرة. وخد برأي الخبراء، خبراء السيارات اللي بجد، مش اي حد بقى عنده صفحة النهاردة بقى خبير سيارات، في ناس عندها الثقافة والمعرفة ومختفية تماما، محدش يعني متهمشين لاقصى درجة. ناخد رأي الناس دي، نخرج من الوجوه القديمة، نبتدي نجدد عشان خاطر لما الدنيا تتجدد الدنيا تمشي. اتمنى ان الكلام ينال يعني اهتمام اي حد له مسؤولية او قدرة على التنفيذ، وتشكر على المتابعة واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله قريب.